معي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. آخر أحداثيات المعركة لو سمحت، وماذا يمكن أن نعرف كمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بداعش، من ينتحر فضلا عن تسليم نفسه ومن لازال فعلا يتحصن ويقاوم؟ نعم، مساء الخير لحضرتك للسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا نحن الحملة انطلقت ب6/6 لتحرير مدينة الرقب بالكامل. تم تحرير العديد من الأماكن. حاليا أعلنا ببيان رسمي منذ يومين عن تحرير 80% من مدينة الرقة. أعلنا عن تحرير حي تشرين، حي الروضة، حي رمالي، الصوامع، المطاحن، إضافة للفرقة 17. هي كلها بالأحياء تم تحريرها خلال المدة الزمنية من العشرة أيام الماضية. حاليا هناك 3 أحياء الاشتباكات لا تزال مستمرة. تم تحرير 80%، 20% أو حتى 15%. حاليا هنا أحياء حي الأمين، دوار النعيم، دوار دالي، هون الاشتباكات لا تزال مستمرة وفي محيط المشفى الوطني. فإذا ما تبقى 15%، هناك العديد من الإرهابيين إما يقوموا بتفجير أنفسهم نتيجة عمليات انتحارية، نتيجة استهداف قواتنا بعربات مفخخة أو دراجات مفخخة، أو انتحاريين بضمن أحزمة ناسفة. ما تبقى هنا نوضح الآتي: العشرات فقط من إرهابي داعش، هناك العديد منهم خلال الفترة الزمنية السابقة تم استسلامهم لصالح قوات سوريا الديمقراطية، ولكن حاليا نقدر نقول أن خلال فترة زمنية قريبة عمليات التمشيط تتم. الإمكانيات نوعا ما ضعيفة، عندنا كتائب الهندسة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بتمشيط تلك الأماكن. إمكانيات قليلة لقوات سوريا الديمقراطية. طبعا طبعا امكانيات قليله، كوننا نحن نشهد، نحن بالنسبه لنا طبعا لسنا بجيش نظامي، فاذا ضمن امكانياتنا نقوم بعمليات التمشيط. وبصراحه مدينه الرقه هي عاصمه الارهاب، عاصمه تنظيم داعش الارهابي، هو زرع فيها الالاف من الالغام لاعاقه تقدم قوات سوريا الديمقراطيه، ولكن نحن رويدا رويدا نقوم بازاله تلك الالغام. عمليات التمشيط تتم، عمليات تطهير باقي الاماكن والمباني تتم من قبل قواتنا. ومثل ما ذكرنا حاليا فقط 3 أماكن، 3 أحياء هم الأمين ودوار النعيم ودوار دلي، إضافة إلى محيط المشفى الوطني. قواتنا تعمل حاليا لمحاصرة وقتال ما تبقى من فلول الإرهابيين. من يسلم نفسه؟ اعذرني سيادة العميد، من يسلم نفسه؟ عن أي عدد نتحدث هنا؟ وأين هم الآن؟ ما الذي تفعلونه كإجراءات بهذا الخصوص مع من يسلم نفسه؟ تفضل. هم العشرات سلموا انفسهم لقوات سوريا الديمقراطيه. يوجد لدينا نحن مراكز خاصه لاستيعاب هؤلاء، ومن ممكن بالمستقبل ان يكون في، اما ان كانوا تابعين لدول ممكن يكون في تعاون بيننا وبينهم تم تسليمهم. نحن من فتره راينا ان المجموعه منهم من قبل دوله اندونيسيا تم تسليمهم، ومن ما تبقى ممكن يتعرضوا لمحاكمه نزيهه، محاكمه عادله. وطبعا الطبيعي انه يكونوا نزلاء للسجون، سجون تابعه لقوات سوريا الديمقراطيه ولمنطقه الاداره. تستفيدون من معلومات؟ نعم، تستفيدون من معلومات يقدمها هؤلاء سيادة العميد؟ طبعا طبعا طبعا، نحن نحصل عليهم، نحصل منهم على معلومات استخباراتية يعني تكون واضحة لقواتنا، حيث أماكن تواجد الإرهابيين، أماكن تواجد، أماكن اللي بيصنعوا فيها العربات المفخخة، أماكن تواجد القناصين، أماكن تواجد جرحى. ما بنعرف حاليا نحن في جرحى لتنظيم داعش الإرهابي ضمن المشفى الوطني حسب المعلومات الأخيرة التي حصلنا عليها. أنا أشكرك جزيلا سيادة العميد طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على هذه المشاركة معنا.